الى ملفنا المحلي فنيابه عن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز ال سعود حفظه الله يكرم صاحب السمو الملكي الامير خالد الفيصل بن عبد العزيز مستشار خادم الحرمين الشريفين امير منطقه مكه المكرمه يكرم الفائزين في مسابقه الملك عبد العزيز الدوليه لحفظ القران الكريم وتلاوته وتفسيره في دورتها الثامنه والثلاثين غدا الاربعاء بعد صلاه العشاء في المسجد الحرام. وأكد معالي وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ صالح بن عبد العزيز الشيخ أن رعاية خادم الحرمين الشريفين لهذه المنافسة القرآنية العريقة تكريم لأهل القرآن وتشجيع للناشئة وتحفيز للشباب المسلم الذين جاءوا من مختلف دول العالم للمشاركة في هذه المسابقة